دكتور، في أي حالة يجب أن يستشير فيها مريض السكري الطبيب قبل تلقيه لقاح كورونا؟ إحنا في عنا المرضى السكري وبالأخص النوع الثاني، هذول ممكن يكون عندهم مضاعفات على الكلى، مضاعفات على العيون، مضاعفات متقدمة. بالسابق كنا بالنسبة لأنه نقول اللي يجب أن يكون السكري منتظم بالنسبة لإعطاء المطعوم. حاليا آخر الدراسات أثبتت أنه يجب علينا إعطاء المطعوم بغض النظر لكل من هو مصاب بالسكري النوع الأول أو النوع الثاني، بغض النظر بوجود مضاعفات أو بعدم وجود مضاعفات. مع عودة الطلاب للمدارس وللحديث بشكل خاص عن الأطفال من مرضى السكري، هل هناك تحذيرات معينة تطلقونها بشأنهم؟ رسالتنا نوصلها إلى مدراء المدارس، إذا بعرف عنده الطلاب اللي فوق 12 سنة بغض النظر مصاب بالسكري أو غير مصاب بالسكري، الكل الجميع يجب أنهم يأخذوا هذا المطعوم للوقاية والانتباه من لا سمح الله أنه ما يأخذوا بكرة يصير معه مشاكل ويدخل المستشفى. في أشخاص أسر غير مصابين بالسكري لاحظوا بعد تلقيهم لقاح كورونا أو حتى إصابتهم بكورونا، لاحظوا في اختلاف بقراءة السكري لديهم، ما السبب وهل الفيروس أو اللقاح علاقة بذلك؟ هلا المصابين بالسكري بالسابق وصيبوا بالكورونا ودخلوا المستشفى، هذول بأخذوا بعض العلاجات اللي بتساعد على رفع السكر بالدم، فهذا ممكن أن يكون كان مصاب بالسكري مع علمه أو مع عدم علمه ودخل ودخل المستشفى وأخذ العلاجات. هاي العلاجات بتساعد على رفع السكر وبالتالي ممكن يستمر فترة غير منتظم إلى من 3 إلى 6 أسابيع ما بعد إعطاء الأدوية هاي داخل المستشفى. أما المرضى الثانيين اللي يكونوا مصابين بالسكري وما دخلوا مستشفيات وكانوا اخذوا علاجهم بالبيت، برضو كمان احتماليه انه ارتفاع السكر من بعض العلاجات اللي اخذوها. اما احتماليه انه يكون من نفس الفيروس الكورونا فهي احتماليه بسيطه، اوكي، انه يرتفع السكر خلال الفتره هاي لانه بيساعد على رفع المناعه بالجسم ورفع المقاومه بالجسم، وبالتالي ترتفع لفتره بسيطه وليست لارقام عاليه، انه بعد ما يرتفع هذا السكر يعود، وهو عبارة عن ارتفاع عابر مروري ما له أي تأثيرات مستقبلية. في شيء بنسميه السكر الكامل بالنسبة لأمراض السكري عندنا، هو السكر الكامل اللي بنصنفه ما بين رقمه اللي بيكون على صيام من 101 إلى 125، أوكي. هذا القراءات إذا لاحظ أنه القراءات هاي ارتفعت من 100 إلى 125 معناته احتمالية أنه يكون عنده إصابة، فهذا الاحتمالية أنه يكون في المرحلة هاي أنه هذا السكر المروري. أما إذا كان أكثر من 126 إلى 150 فهذا احتمالية أنه يكون كان عنده سكري بالسابق وما اكتشفه. هل تم ملاحظة أعراض جانبية مختلفة أو جديدة لدى بعض مرضى السكري بعد إصابتهم بكورونا؟ في بعض الحالات اللي اكتشفت بعد إصابتهم بالكورونا، هاي الحالات تقريبا نسبة 1 إلى 2%، أوكي، هذول ما كان عندهم سكري سابق وتم تشخيصهم بالسكري بعد ما رجعتهم إلنا هون بعد ما أصيب بالسكري، وهاي يعني إحنا الدراسة ماشيين فيها. أما بالنسبة للأعراض هي نفس أعراض السكري السابقة، ما كانت أي أعراض جديدة.